يا ربي لازم القى لي في الطريقه ما اروح بيها على المدرسه اليوم، وما بابا يعرف شلون. عندي امتحان رياضيات، عندي تحضير فيزياء، عندي تاريخ يبو، وانا كل شيء ما قاره، وهذول المدرسين ما يرحمون احد بالكتل. شو اسوي يا ربي؟ شو اسوي؟ شو اسوي؟ احسن شيء خلي اغلي سوق قاعد بالغرفه، اكيد بابا ما راح يقعد يشوفني. مش قد مشتاق ليك، ميت على شوت بس ايد اشوفك. اي والله احبك هواي يعني. لا اليوم ما دام مضطرة الدوام بوري، عندنا واجب هواي وانا كل شي ما محضر، واذا اروح حشبع كتيل وكل اصفار، على شنو اروح؟ ابويا ما يعرف اصلا، ابويا ما يسأل على الغرفة مالتي، مش مدري يعني مداوم ولا مو مداوم. اي هلا والله، هذا اخويا مو رايح المدرسة وقاعد يحكي ويا حبيبتي، البارحة ضربني راشدي واخذ الشاحنة مالتي، خلي اروح اقول لبابا علي خلي يجي يقتله لين مو مداوم. اقول لك بابا ترى اخويا هيمو مو رايح المدرسه اليوم وقاعد بغرفته. شنو استاذ هيمو ليش مو رايح المدرسه؟ والله ما اعرف بابا، انا رحت عليه هسه لقيت يحكي بنيه ويقول هاي اليوم ما راح المدرسه وفعلا ما ضل وقت للدوام. قوم شوفه. ماشي هسه راح اشوفه وخلي يطلع صحيح، اذا ما كسر تكسر. حتى علمه بعد شلون ياخذ الشاحنه وشلون يضربني راشدي، انا علاوي الخبيث. ولك استاذ هيمو ليش مو راح المدرسه؟ ها ابويا خلي القايل كذبه، القايل كذبه، القايل كذبه. ابويا الصراحه خلي اقول لك شيء، اليوم بالمدرسه يا جماعه انت برعات ولازم كل واحد يجيب 50,000، وانا قلت ليش اخذ منك فلوس واخسرك؟ احسن شيء ما ادوم او ما اعطيهم كل شيء. اي ما يخالف، اذا طلبي منك 5,000 ما تبرعات، هسه انا اعطي 5,000 قوم ودينهم اياه وروح دوم يلا. ابويا ما يحتاج تعطيهم اصلا، ما حيحطوها بالجو، مع شو تعطيهم فلوس؟ هسه انت خسران شيء من جيبك، انا اعطي 5,000 وروح اديها للتبرعات ودوم مدرستك يلا قوم. خرب حظي. ماشي ابويا ماشي، خلي اقوم ابدل واصعد بالسطح احسن شيء. بس قدرت اعمل شغله، بابا ما يصعد على الغرفه مالتي، منو قال له خليه يصعد؟ ما اعرف الا اكشف الموضوع. هاي شنو لك؟ ايش عندك بالسطح؟ ها بابا شو صرت ما تعرف تحكي؟ تالي ما تالي هذا الجد مالتك اكشفه. دي تعال اليوم اذا ما طيح حظك وكسر راسك تعال. خرب الحظ حتى على السطح لزمني.